آتنا الحكمة وفصل الخطاب. ثم أما بعد، فبارك الله في هذا اللقاء داعيا، وبارك الله فيه مدعوا، وبارك الله فيه زمانا، وبارك الله فيه مكانا. وأبي بعد أني مؤمن أن أتوجه بأحر الشكر والتقدير والامتنان والعرفان إلى من أجرى الله عز وجل عليه هذه النعمة، أجرى الله سبحانه وتعالى نعمة هذا اللقاء بسببه وعلى يديه، إذ يسر الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء وإن كان عن بعد لنتواصل مع إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا، وأعني بذلك أخانا وحبيبنا الأستاذ سيدي عبد الإله البلبولة حفظه الله تعالى ورعاه ووفقه وأيده، وإن أنسى فلا أنسى رفيق دربه وعضده أو عضده أخانا وصديقنا وصاحبنا الأستاذ سيدي مصطفى الحجراوي حفظكم الله جميعا. والشكر موصول والدعاء موصول إلى كل من يستمع إلى هذه الأنفاس من أبنائنا وبناتنا في تلك الديار، ولهم جميعا ولكم جميعا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لا أسمعكم، هل تسمعونني؟ الحمد لله. إذن على بركة الله أقول، وسأحاول جاهدا أن ألتزم بموضوع اللقاء والمحاور التي ذكرها الإخوة لهذا أو لهذه المداخلة. أولا، المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، فنحن على أعتاب شهر رمضان، والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان كيف نستقبل رمضان؟ وبماذا نستقبل رمضان؟ أو ما هو الاستعداد والاستعدادات لاستقبال هذا الضيف الغالي الكريم؟ لأن رمضان كما سنعلم وكما يعلم إخواننا جميعا أنه مليء بالخيرات، وأن الله سبحانه وتعالى رتب للصائمين أجورا عظيمة، لكن ينبغي أن نعلم والعلم ينفع أن كل ما نعلمه عن فضائل رمضان وعن أجور رمضان لا يتأتى ذلك إلا إذا كان الاستعداد تاما وكاملا لهذا الشهر الفضيل. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى قرروا قاعدة، وهي قبل أن تتحلى لابد أن تتخلى، لا تكون التحلية إلا بعد التخلية، وبعضهم يطلق عليها لا إيمان إلا بعد كفر، ومن ذلك قول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فنقصد بالتخلية يعني أن يتفقد الإنسان المسلم نفسه قبل رمضان،
فيهيئ هذه النفس فيطرد ما علق بها من أوساخ وأدران وشبهات وشهوات وغير ذلك مما ينغص عليه ثمرة رمضان. وسبحان الله، حتى احنا عندنا في البوادي قديما كان النساء عندنا الأمهات والزوجات عندما يدخل شهر شعبان تجد المرأة الزوجة في بيتها تستعد لاستقبال رمضان بإعادة يعني صباغة البيت وطلائه ويعني والاستعداد التام، حتى إذا جاء رمضان جاء يعني بجو جديد وجاء على هيئة جديدة. فهذا كله يعني الاستعداد المادي، وهناك من يستعد الاستعداد المادي السفوف والحريرة وغير ذلك مما وما جوره، لكن الاستعداد الحقيقي الذي يستفيد من ورائه عبد الله المسلم وأمة الله المسلمة، وهو الاستعداد الروحي أن نستقبل رمضان وأن نستعد له بتوبة خالصة، بتوبة نصوح لله عز وجل. فلنعلم علم اليقين أولا أن الذي أدرك شهر رمضان ينبغي أن يعلم أنه في حالة اصطفاء، أن الله اصطفاه واختاره لهذه المزية العظمى وهذه المنقبة الكبرى. مر عام كامل، وخاصة هذا العام الاستثنائي الذي تسلطت هذه الجائحة على أهل الأرض جميعا، وودعنا في هذه السنة وفي هذا العام إخوانا لنا أعزاء وأحبة، كان بوده ثم عنا، كان بودهم أن يشاركوننا فرحة الاستعداد واستقبال رمضان، لكن غيبوا، والذي غيبهم الموت، غيبتهم كورونا أو غير كورونا، تعددت الأسباب والموت واحد. ولو سألنا الآن، بارك الله فيكم أحبتي، لو سألنا الآن أهل القبور وأذن الله لهم أن يجيبوا وقلنا لهم ماذا تتمنون، ما هي أمنياتكم يا أهل القبور يا سكان القبور، لأجابوا جملة واحدة، بجملة واحدة: نتمنى أن نعيش معكم رمضان، وأن نصوم معكم، وأن نركع لله ركعة، وأن نصوم يوما واحدا من رمضان. ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون. فيا بني ويا أخي، أما والله قد سألك في أجلك حتى أدركت إن شاء الله رمضان وهو على الأبواب، فاعلم أنك محل اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. إذن فأحسن استقبال هذا الضيف بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، بأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ما ينغص عليك، جني هذه الثمرة المباركة من هذا الشهر العظيم. ومن ها هنا جاء التنسيق، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، بين هذه العناوين: كيف نستفيد أو كيف نستقبل رمضان، وتأملات في سورة الحجرات. سورة الحجرات لماذا؟ لأنها هي سورة التربية والأخلاق في القرآن العظيم. إذا سئلت عن سورة التربية والأخلاق في القرآن فهي سورة الحجرات بامتياز. يقول الله عز وجل: وأستأذنكم في أن أحلق بكم في هذه الأمسية
في سماء هذه السورة العظيمة، السورة المباركة، سورة الحجرات، دستور الأخلاق في القرآن العظيم. يقول ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اخترت هذه الآية من هذه السورة تحديدا لمناسبتها لهذا الشهر، فإننا نجد أن أكثر ما ينغص على الإنسان طاعته وما يحرم الإنسان بسببه من الأجور العظيمة التي رتبها الله عز وجل على صوم رمضان مثل هذه الأمور النفسية القلبية، مثل هذه الظنون والشكوك، مثل الظلم الذي يقع بين المسلمين، مثل اغتياب المسلمين، مثل التنقص، إلى غير ذلك من الآفات القلبية التي تحبط الأعمال. نسأل الله لنا ولكم العافية. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. تعالوا بنا لنقف عند رؤوس الآيات، هذه الآيات العظيمة التي وضعها الله سبحانه وتعالى معالم في الطريق تنير الدروب ليصل من سلكها إلى شاطئ الله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة حذر من الظن السيء، من الظنون السيئة: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. أن يظن الإنسان بأخيه أو بأخته ظنا سيئا، فلان وقيل فيه كذا وخذال وقيل كذا وكذا، فيظن فيه ظن السوء. وقد انعقد الإجماع بين علماء الملة والأمة سلفا وخلفا أنه لا يجوز الظن السيء بأهل الفضل وأهل الخير. أهل الفضل، أهل المسجد، أهل الاستقامة، أهل الصلاح، من يظهر ظاهرهم الصلاح، لا يجوز لك ولا لي ولا للأخت التي تسمع أن تظن فيه ظن السوء. وذكر هذا الإجماع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أنه لا يجوز بالإجماع، أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز الظن السيء بأهل الصلاح، ويجوز الظن السيء بأهل الشر والفساد الذي تتحرك جوارحه بالمفاسد في الأرض، والذي يجهر بالمعاصي يجاهر بالمعاصي، هذا لا بأس أن تظن به ظن السيء. أما أن تأتي إلى أهل الخير فتظن بهم ظن السوء، هذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ثم ماذا؟ ولا تجسسوا. يا له من مبدأ عظيم، يا له من مبدأ عظيم قعده وأسسه الإسلام قبل مئات السنين، قبل أزيد من 14 قرن من الزمان، وقبل أن تتغنى الدول المتحضرة بحقوق الإنسان. ولا تجسسوا. فالإنسان
في الإسلام له حريته وله كرامته التي لا يجوز ويحرم أن تنتهك، لا يجوز الاقتراب منها بحال من الأحوال. وسبحان الله، شوف الترتيب ديال الظن مع التجسس، لأن التجسس يكون في أمور الشر، هناك تجسس وهناك تحسس، فالتجسس يكون للشر والتحسس يكون للخير. والتجسس هنا جاء مباشرة بعد الظن السيء. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ظن السوء في أخيه أو أخته تاقت نفسه وتشوقت نفسه ليتجسس عليه، ما دام أنه يظن فيه ظن السوء. إذن خليني نشوف واش كيعمل ونراقبه ونتبع العورات ديالو إلى غير ذلك. فعملية التجسس تأتي مباشرة موالية للظن السيء. ولا تجسسوا، الله سبحانه وتعالى نهانا أن نتخطى الستور والحدود والجسور والموانع لنصل إلى ما لا يظهر لنا، بل ليس لنا إلا ما يظهر لنا من أمور الناس. فنحن لسنا مكلفون شرعا بأن نشق على قلوب الناس لنعلم هل هم صادقون فيما يقولون ويدعون أم أنهم على خلاف ذلك، لا، هذا ليس لنا. إنما أن نعامل الناس بظواهر أمورهم ونكل بواطنهم وأسرارهم وسرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا يحضرني هنا حديث أبي سعيد الخدري، وأصله في صحيح مسلم، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما كان في اليمن أرسل بقطعة ذهبية، أرسل بذهبية إلى الحضرة النبوية، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وساعتها ووقتها حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم 4 من الرجال، فقسمها بينهم. هذه القطعة الذهبية قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين 4 من حضر. فقال وكأنه لم تعجبه قسمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: اتق الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغير وجهه: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتق الله؟ أولست أحق أهل الأرض أن يتق الله؟ هل هناك أكبر وأكثر من يتق الله عز وجل مني؟ وأنا رسول الله وأنا المبلغ عن الله؟ فتولى الرجل، ذهب الرجل الذي قال هذه القول الخبيثة المنتنة العفنة، ذهب إلى حال سبيله، وهذا محل الشاهد. قال قام خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول، قام فقال: يا رسول الله، أولا أضرب عنقه؟ لقد أساء الأدب مع الحضرة النبوية. أولا أضرب عنقه؟ لقد طعن في قسمتك وفي عدلك. فماذا بماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي نريد أن نستقبل به رمضان بصلاح سرائرنا وحسن الظن في غيرنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا خالد، لعله يكون قد صلى. شوف كيف يعتذر للمسيء، هذه يعني هو أساء الأدب في هذه غاية في الإساءة. ولكن لما قال لما يعني خالد بن الوليد
طلب أن يقتله، النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن الرجل المسيء فقال لا لا تقتله لعله يكون قد صلى، أي ربما يكون صلى مثلا صلى، إذا قال هذا الكلام هذا الآن ربما يكون صلى الصلاة التي قبلها، فتلك الصلاة تشفع له في هذه الزلة وفي هذه المصيبة التي ارتكب، لعله يكون قد صلى. فاستمر خالد بن الوليد في الأخذ والعطاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، شحال من واحد يعني يصلي ولكن ما في قلبه على خلاف ما على لسانه. فقال النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام ونادى بها في سمع الزمان إلى قيام الساعة، يا خالد إني لم أؤمر أن أشق على بطون الناس ولا أن أشق على قلوبهم، إني لم أؤمر أن أشق على قلوب الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي برزة الأسلمي، ويعلن هذا الشعار وهذا الإعلان العالمي، يقول عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه وكشفه ولو كشف في البيت. أمر عظيم وأمر خطير جدا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا سي عبد الإله تسمعني؟ نعم أسمعك يا شيخ تفضل. نعم، إذن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وهنا تنتقل من الآية إلى الآفة المدمرة، الآفة التي تسحق الصلاة وتسحق الصيام وتسحق الحج وتسحق الطاعات والعبادات والمبرات، الغيبة والنميمة. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الغيبة التي أصبحت فاكهة المساجد، فاكهة المجالس، فاكهة النوادي، فاكهة المجالس الخاصة والعامة، بل لم يسلم من هذه الطامة حتى بعض أهل العلم وبعض طلبة العلم ناهيك عن عوام الناس وبصرهم. والله لا نزكي أنفسنا ولا نبرئ أنفسنا، نقع فيها عن قصد وعن غير قصد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بلطفه وفضله، وإلا فالأمر خطير. ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا أورأيت يا رسول الله أورأيت إن كان في أخي ما أقول، يعلق بعض الصحابة على حديث نفسه إن كان ما أقول كان يغبته، وإن لم يكن يقول بهته عليه بالزور والبهتان وعظائم الأمور. إذن مداخل الشيطان من ها هنا، نحن في بعض الأحيان يقع الإنسان في هذه الزلة الخطيرة يغتاب إخوانه وأخواته، فقولوا هذا تغتاب وهم ليسوا حاضرين وليسوا معنا وكذا، يقول لك أنا ما قلت غير لك شو اللي فيهم،
ذاكش اللي فيهم هو اللي قلته. أو بعض المرات يلبس عليه الشيطان فماذا يقول؟ يقول لك فعائله هما اللي جبدوه. من ها هنا تلبيس إبليس. فلذلك الأمر خطير جدا. الغيبة، الإنسان سبحان الله يتعب على، أنتم الآن مثلا هناك في أوروبا عندكم وخاصة في الأيام الصيفية اللي فيها رمضان في الصيف وكالصوم 17 ولا 18 ولا أكثر في بعض المناطق، حتى 20 21 تقريبا في بعض المناطق الإسكندنافية، الدول الإسكندنافية، يشقى ويتعب على جمع هذه الحسنات من صلاة ونوافل وصيام وقيام وتهجد وقراءة القرآن، فيجمع كما جاء في الحديث الجبال من الحسنات، كما في حديث المفلس يقول ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا دينار ولا متاع، فيصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم معنى معنى يعني التفليس الحقيقي، فقال المفلس يوم القيامة من أمتي، ليس من غيرها، من أمتي، من يأتي بصلاة وصيام وصدقة، أعمال في لفظ للحديث، يأتي بأعمال كجبال تهامة، جبال سلسلة جبال تهامة، يعني جنوب المملكة العربية السعودية، جبال عظيمة من الحسنات، ولكن بالمقابل تعب فيها وشقى وعرق عليها. بالمقابل يأتي تكلم في هذا وسفكد هذا وضرب هذا ونم في هذا واغتاب هذا وأخذ مال هذا، فإذا جاء يوم القيامة حيث لا دينار ولا أورو ولا دولار، إنما العملة الرائجة اعطيني حسناتك وخذ سيئاتي، السيئات بالحسنات، فتؤخذ يوم القيامة الحسنات من تلك الجبال فتعطى للمظلومين للذين ظلمه. فإذا التي هي جبال أخذت المظلومين الذين ظلمهم ثم حطت عليه ثم والعياذ بالله حط في النار، هذه هي الخسارة العظمى. فلذلك أوصيكم وصية محب مشفق أن نستغل هذه الأوقات الفاضلة التي بين أيدينا، وأن نستعد لشهر رمضان، وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى جميعا من هذه المنغصات التي تنغص علينا طاعتنا، والتي تؤخرنا عن الصفوف الأولى والمقدمة التي ينبغي أن نتصدرها بين يدي الله سبحانه وتعالى. في هذا الباب يحضرني حديث ماعز رضي الله عن هذا الرجل، ومن الصحابة، والصحابة يذنبون، هم بشر يذنبون. هذا الرجل وقع في 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 يعني في في جريمة الزنا، سأل الله لنا ولكم العافية، لكنه بعد ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائصه، فقال يا رسول الله طهرني، فرده النبي مثلا مرة ومرتين وثالث، حتى أصر إصرارا شديدا على أن يطهره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أقام عليه الحد، وهذا بالمناسبة هذا لم تمسك عليه المخابرات ولم تلقى عليه القبض الدورات الليلية ولا بوليس الآداب ولا غير ذلك، وإنما إيمانه، قوة إيمانه وضميره هو الذي أنبه، فقدم نفسه للعدالة الإسلامية. نعم كما قلنا الصحابة يخطئون، ولكن تقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا هو دور العمل الصالح، هذا هو دور التقوى، دور الإيمان، دور يعني الاستقامة، دور الاستقامة على الجادة. فهذه الاستقامة يعينك الله عز وجل إذا زلت قدمك أن ترجع من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء
ثم يتوبون من قريب، فتاب إلى الله عز وجل. فلما أقيم عليه الحد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المكان إلى مكان آخر، رحل ارتحل، فسمع رجلين يتناجيان يتكلمان فيما بينهما، فقال أحدهما للآخر: أو رأيت هذا الذي ستر الله عليه، يعني يقصدون ماعز رضي الله عنه، أو رأيت هذا الذي ستر الله عليه لم يستر نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ فلم يعقب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبهما، بل استمر في المشي إلى أن مر الركب بجيفة حمار أعزكم الله. لما مر الركب بجيفة هذا الحمار توقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين فلان وفلان؟ يقصد الرجلين اللذين تكلما ذلك الكلام. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما وهما فوق يعني الدواب، فقال لهما: انزلا وكلا منها من جيفة هذا الحمار، انزلا على الدواب ديالكم وكلا من جيفة هذا الحمار. فقال أحدهما للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يغفر الله لك، يغفر الله لك يا رسول الله، أو يؤكل من هذا؟ واش كاين شي حد ياكل من الجيفة ديال الحمار اللي مات هذه 20 يوم ولا شهر ولا هذا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محل التأديب الآن، فيقول: والذي بعثني بالحق لأكلكما من جيفة أخيكما آنفا أهون عند الله من أكلكما من جيفة هذا الحمار، أكلكما من جيفة أخيكما. لما قلت فيه ذاك الكلام اللي قلت فيه رجم رجم الكلب، هذا الكلام أعظم عند الله عز وجل من أن تأكلوا من لحم هذا الحمار النتين العفن القذر. إذن: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هذه مصيبة عظيمة. أبواب رمضان، أرجو الله، أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يدركنا هذا الشهر العظيم، وأن نستعد له الاستعداد التام الكامل كما كان يعني وقدوتنا وأسوتنا في ذلك سلف هذه الأمة، اللي كان السلف الصالح يستعدون له ستة أشهر وهم يسألون الله، يرفعون أيديهم، يتضرعون إلى الله: اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. فإذا بلغهم الله رمضان وأدركوا رمضان فصاموا نهاره وقاموا ليله وتهجدوا فيه، إذا انتهى رمضان سألوا الله ستة أشهر أخرى ليتقبله منهم. فكانوا يعيشون كله رمضان ستة أشهر يسألون الله أن أشهر أخرى الله أن يعني أن يتقبله منهم. هذه هي يعني بعض المسائل التي أحببت أن أذكر بها نفسي وإخواني وأبنائي يعني في إيطاليا وفي كل من يسمعونا.